بهني الناس الاول قطاع الناشئين والدكتور عمرو، بهني مجلس اداره النادي الاهلي بمناسبه شهر رمضان الكريم وكل سنه وانتم طيبين، وبمناسبه نهايه الموسم طويل شاق، في النهايه نهايه سعيده ممتعه بثلاث بطولات جمهوريه وقطاعات من خمس بطولات وفي بطولات براعم، فالحصيله يعني جيده الى حد كبير في نهايه الموسم والجاي احسن باذن الله. يعني شرف ليا طبعا ان انا اشتغلت السنه دي مع دكتور عمرو، استفدت منه كتير جدا، بشكره وبتمنى له التوفيق في اللي جاي. ودكتور عمرو قيمة كبيرة جدا في مجال الرياضة عموما وفي مجال كرة القدم في مصر، فأنا شخصيا استفدت منه جدا وسعيد جدا إن أنا ممكن أكتب في السي في بتاعي سنة اشتغلتها مع دكتور عمرو المجد، وأتمنى إن أنا أشتغل معاه فترة أطول من كده وأستفيد منه. مش أنا وحدي اللي اشتغلت ومش عماد وحده اللي اشتغل، أنا معانا مجموعة من الإداريين على أعلى مستوى، مجموعة عندها إنكار ذات، كلنا بنساعد بعض في شغل الاداريين، كلنا بنشتغل على قلب رجل واحد طبعا، بتدعيم الدكتور عمرو كابتن خالد جد الله وكابتن محمود صالح وكابتن اكرامي، كلنا بنشتغل هدف واحد هو النادي الاهلي. اولا كل سنه وانت طيب يا دكتور عمرو، ورمضان كريم على حضرتك وعلى الاسره جميعا، وبرضه نقدر نقول لكل العاملين بالقطاع اللي تحت رئاسه الدكتور عمرو، كابتن خالد جد الله، كابتن اكرامي، كابتن محمود صالح، الناس جميعا اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب دي طفره حاصله السنه دي، يا رب ان شاء الله تكمل لفيما بعد ان شاء الله فيما يصب في مصلحه الكيان والنادي الاهلي نفسه. طبعا التعامل في قلب النادي الاهلي، واخد بالك، التعامل مع قيم وقامات كبيره جدا في الوسط الرياضي كله، طبعا يا كابتن انت ادرى بيها مننا كلنا. طبعا الثقه لازم الواحد بيبقى مكانها ولازم تبقى قدها، فطبعا دي تحسب للدكتور عمرو زي ما الكل اتكلم والكل قال ان السنه دي الجهاز الاداري للنادي الاهلي جهاز اداري عالي جدا، جهاز اداري على مستوى عالي جدا، جهاز اداري الحمد لله رب العالمين قدر يثبت نفسه في كل المواقف اللي اتعرض ليها في حاجات كتير جدا مش في موقف على عينه يعني. فطبعا دي من الحاجات اللي تحسب للدكتور عمرو. الموسم شاق جدا، يعني انا بقول انا جاي من نادي الداخليه، جيت على طبعا اكبر نادي في مصر، طبعا حاجه تشرفني وتشرف اي حد يكون متواجد داخلنا. كانت مع دكتور عمرو ابو المجد، كان لقاء مثمر جدا، كان اول مره اقابل دكتور عمرو المجد، وبصراحه من يوم ما قابلت الدكتور عمرو المجد وانا حاجه يعني من المقابله دي، ويعني يوميها الدكتور كلمني وقال لي ايه هتبقى نتائج العمل اللي هيحصل خلال الموسم وايه الشغل اللي هنشتغله وايه المهام اللي هتقوم بيها، والحمد لله يعني كنت عند حسن ظن اعتقد مجهود شاق خلال الموسم فعلا للجهاز الفني كله وللعيبه والقطاع الناشئين كاملا. اشكره جدا واللي هو وضع فيه الثقه اللي انا اكون متواجد داخل قطاع الناشئين وفريق مهم جدا مع جهاز فني واداري جهاز فني وطبي على اعلى مستوى، كابتن محمد شرط، كابتن اسحاق اول، كابتن مصطفى فتحي، دكتور امام، دكتور طارق عصمت، كابتن محمد السيد، جهاز فني على اعلى مستوى، وحاجه تشرفني اكون متواجد داخل القطاع ده. يعني قطاع بص من اقوى القطاعات الموجوده في مصر، وفعلا كنا اقوى جهاز اداري موجود في مصر، وطبعا قابلتنا صعوبات كثيره جدا بس الحمد لله تغلبنا عليها ووصلنا الحمد لله اللي هو النتاج الاهم اللي هو البطوله الحمد لله.